السلام عليكم طلاب، تسمعوني؟ عليكم السلام دكتور بني. إن شاء الله، صراحة نبلش إن شاء الله. بدأ تشوفون المحاضرة؟ بلي إن شاء الله. طبعا إن شاء الله هاي راح تكون آخر محاضرة عن الأوبراتيف، يعني راح نبلش وياكم إن شاء الله كراون بريدج الأسبوع الجاي إن شاء الله. المحاضرة اليوم رقم 13 عن كومبلكس أمالجام ريستوريشن. طبعا هي هاي همينة تفيد املجام وتفيد لايت كيور، بس على الاغلب انه البنات دائما احنا نسويها بالبوستيريور تيث. لازم احنا ناخذ فكره عن البنات، لانه هسه خلال سياق عملك ان شاء الله من الطب عيادات راح تحتاج بهواي امور، وخاصه بالكلاس 4 والكومباوند كافيتي، هاي كلها تحتاج بيها تستخدم البنات. على العموم الكومبلكس بوستيرير امالجام ريستوريشن شود بي كونسيدرد وين لارج اماونتس اوف تو ستراكشر ار ميسنج. من يكون جزء كبير من السن مفقود راح تحتاج شنو؟ او يطلق عليه كومبلكس بوستيرير امالجام او كومبلكس ريستوريشن. وين وان اور مور كاسب نيد كابينج، يعني اذا نشوف عندنا احنا كسب او اكثر ما موجود يحتاج كابينج، او increase resistance and retention forms are needed، او في حال انه عندنا احنا يعني مكان كلش متأذي من السن ونحتاج resistance و retention form اكثر من الاعتيادي، راح نضطر نستخدم dental pins. when a gross destruction of tooth structure present extra retention means are needed including pins. يعني من عندنا احنا يعني جزء كبير مدمر من الاسنان نحتاج الى اكسترا ريتنشن. زين، وين احنا نخلي البنات، يعني وين الحالات المعينه اللي نقدر نستخدم بها البنات؟ اول شيء where there has been excessive loss of tooth substance، من يكون عندنا فقدان كبير من ماده السن، and there is insufficient mechanical retention، وما عندنا فد طريقه ميكانيكيه تلزم الحشوة. remaining to retain restorative material in a cavity، يعني ما بقت عندنا أي طريقة ميكانيكية نحاول أنه نبقي الحشوة بمكان الحفرة. هاي أول indication. ثاني indication أو ثاني نقول إحنا يعني المناطق اللي نقدر نستخدم بها البنات أو الحالات العفو. when a single cup is missing for replacing a core before restoring with a cast restoration. single cusp العفو. يعني مثل عندنا انه اكو سن نريد نعوضه بشنو؟ بكب اللي هو يعني او نريد نسوي له كور. كانه مفقود من عنده كسب معين او عده كسبات ونريد نعوضه ببناء او شلون مثلا احنا نسميه، مثلا نريد يا اما نغلفه للسن وما عندنا ماده يعني ما الاسنان باقيه حتى يتغلف عليها السن، او انه نسوي شنو هاي with cast restoration or for replacement of a temporary amalgam restoration in a tooth requiring endodontic treatment under rubber dam، او نريد نسوي مثلا حشوه جذر وما عندنا فد يعني سن انه بحيث يلزم الحشوه عليها اللي هي المؤقته، فنضطر احنا نسوي له حشوه نخلي له بنات حتى شنو نسوي حشوه
باعتبار حشوة مؤقتة، وتبعا لذلك انه ورا ما نكمل حشوة الجذر مالتنا نخلي لها هاي المادة، ووراها شو نسوي لها؟ همينة نخلي لها كاست ريستوريشن او كراون نقول، يعني لا كأنه بدنا نستخدمه في بناء الكور ريستوريشن حتى بعدين عوضه قبغ، او نضيف نخلي امالجم ريستوريشن از تمبراري، يعني كشيء مؤقت ياكل عليه المراجع، يعني كسن ورا فتره يحتاج حشوه جذر. طبعا هذا الحكي اندر رابر دام. ادفانتج من ضمن الادفانتج مالته شنو هو الادفانتج مال البنات؟ اول شيء كونزرفيشن اوف تو ستراكشر، ما حضطر اني اسوي جروفز واسوي دافتيل واسوي يعني هولز وشغلات، بس مجرد اخلي الوتد او العفو البنات واسوي فوقها امالجام او لاتيكيور. The preparation of pinhole is more conservative than slot or lock retention. Lock اللي هو قصده شنو؟ قصده الدافتيل. Also, the pin retained amalgam is more conservative than the preparation for a cast restoration. أيضا إحنا من نريد نعوض فقدان كبير للسن، مادة يعني مفقودة من السن نريد نعوضها بالحشوة، إنه يعتبر البنات الخيار الصحيح لتعويض السن بدون الإضرار به. يعني مكان ما نحفر ونسوي له كراون ونبرد السن هواية نخلي له بن، هي راح تلزم الحشوة. زين، من ضمن الادفانتج appointment time one visit، يعني انت عندك مراجع مكان ما تاخذ لك قالب تبرد السن، تاخذ لك قالب تنزل المختبر والمختبر تجيب لك الكراون ترجع تلزقه بيه. ها لا والله اسوي له بن، فضت راحت بجلسة واحدة. resistance and retention may be significantly increase، يعني resistance مقاومة الحشوة للكسر، غير ذلك retention مدة بقائها أو التصاقها أعلى بصورة ملحوظة من أنه إحنا نسوي له شو اسمه grooves وslots ودوفتيل. زين، economic شيء اقتصادي، يعني بمقارنة أنه تقارنه بالكراون، طبعا اللبن أكثر أصرف للمراجع. Restoration the amalgam restoration is relatively inexpensive restorative procedure. زين، عندنا disadvantage، هل شرحنا الادفانتج؟ disadvantage شنو؟ يعني شنو من الصفات السلبية اللي يعني كل الناس قامت تبتعد عن البنات؟ اللي هي أول شيء dentinal microfracture، يعني أحيانا يصير عندنا شنو؟ من دا نحضر البن هول او نحفر البن هول بالدريل، احيانا يصير عندنا شنو الدنتين يصير بيه مايكرو فراكتشر، يعني يصير بيه فطر يعني بشكل قليل يعني مايكروي، بحيث هذا احيانا يسوي لنا بين، يعني من ياكل عليه المراجع او من يعني يشرب عليه ماء بارد او حار. drilling pin holes and placing the pin create craze line. craze line يعني خط، يعني مثل فطر العفو or fracture as well as interval stresses and dentin، أو أنه سوينا مثل نقول منطقة stress، يعني منطقة بيها توتر من نجي نخلي البنات. هاي أول شيء micro fracture. ثاني شيء micro leakage، ممكن يصير عندنا leak. طبعا دراسات معينه has been demonstrated around all types of pin، يعني كما هو موضح كل انواع البنات. however على الرغم such micro leakage is no greater than that occurring at the interface of the restoration material and the cavity walls، يعني على الرغم من انه اكو بعض الدراسات بينت لنا انه اكو leak يصير بين البن وبين الدنتين. اوكي، بين البين وبين الدنتين بعض العلماء يعني قللوا من الليك مالته، يقول انه الليك اللي يصير بين الحشوة وبين السن
يعني اكبر بهوايه من بده يصير بين البن وبين السن نفسيته. على العموم هذا يعتبر من الديس ادفانتج همينه، على الرغم من انه كونه قليل بس هم يعتبر ديس ادفانتج. Decrease of strength of amalgam، اول شيء يقلل لنا من قوه الحشوه. زين، شلون يقلل لنا من قوه الحشوه؟ اول شيء pins don't reinforce amalgam، يعني البنات ما تقوي الامالجام. لكن على الرغم من ذلك انكريز دونت انكريز اتس سترينث، وهمنا دونت انكريز تنسايل سترينث او تنسايل سترينث ديكريزز. يعني البنات تصير منطقه، يعني احنا نسميها منطقه او نقطه ضعف بالحشوه، بحيث انه من يصير لود على البن احيانا البن شويه ينعوج او مثلا شويه يتحرك يفطر الحشوه الموجوده، فبالتالي راح يقلل لنا من السترينث مالته ومن التنسال سترينث بالحشوه. بن ريتنشن انكريز ذا ريسك اوف بيرفوريشن انتو ذا بالب اور اكسترنال توث العفو سيرفيس. يعني احيانا البنات تزيد لنا شنو؟ تزيد لنا مخاطر البرفوريشن. يعني احيانا شويه من يكون السن شوي حيل متضعضع، او مثلا يكون يانج ايج وتريد تخلي له بين، احيانا انت تفوت بالبلب بدون ما تدري، او يجوز الطريقه الدايركشن مالتك، يعني نقول احنا بيها صعوبه، يعني البنات شغلها بيها صعوبه، مو اي واحد يقدر يشتغلها، لازم يسوي تريننج عليها. وهسه راح نجي الطريقه شلون نعطيك الجايد لاين اللي تخليك تشتغل البين بدون ما تأثر لا على البلب ولا انه ينزرف للخارج external tooth surface. على العموم هذا اني اربع ديس ادفانتج للبنات اللي نستخدمها. البنات مقسومة قسمين، يا اما يكون ذوز our diameter are slightly smaller than the drill that prepare their channels cemented pin. يعني اكو عندنا نوعين اللي هي احنا نسميها الكاتيجوريز او مجموعتين اللي هي من المجموعات الشائعه، هي مقسومه الى قسمين. اول شيء cemented pin، وعندك الشيء الثاني اللي هو فريكشن لوكت او سيلف ثريتد بن. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ اول شيء هنا عندك السمنتد بن يكون الدايمتر مال البن اصغر من الحفرة الآن حفرتها. يعني لنفرض أنه أني يعني حفرت حفرة تقريبا، هسه راح نقول لكم القياسات مالتها. لنفرض أنه أني حفرت حفرة العرض مالتها 0.6 أو العفو 0.2، الدراي البن مالتي السمنتد يصير 0.1 العفو 1 0.2 قلنا، يصير 0.1 يعني 0.18، يعني اصغر من 2 ملي حوالي درجتين. شايف شلون؟ هذا السمنتد، احنا هذا الكاتيجوري الاولى. الكاتيجوري الثانيه لا، يصير البن هول اصغر من البن اللي عندنا، يعني بحيث يقعد شلون احنا نقول برغي الخشاب يقعد شلون، يعني يقعد حصر بالدنتين عن طريق الثريدد يتشلب، هاي اللي هي الفلويدز الموجوده، او قد يكون ما بيها فلويدز بيها بس سطح خشن فيسموها فريكشنال لوك. اذا عندنا two categories those diameter are slightly smaller than the drill that prepare their channels اللي هي cemented pin، أو أكو diameter are slightly larger than
ذا كورسبوندينج درال يعني ديمتر قصده على البن انه يكون اكثر اكبر، مثل الفركشنال لوك اللي هو قلت لك يعني يصير بيه الثريدد مالته كلش ناعمه، تقعد على فركشن يعني على شكل انه شلون احتكاك قوي يقعد بالدنتين، او سيلف تريتد بن، او عندنا احنا طبعا هو الشائع عندنا اللي هو السيلف تريتد، هذا اللي حنقدر اللي نشتغله ان شاء الله زين. فيكون بطريقه بثريدد يعني بفلويدز ويفتر فر ويقعد كانه شلون البرغي يقعد بالخشب الخشبه. العموم هسه راح نبلش على السمنتد بن اللي هو عالم اسمه ماركلي بال 1958 سوى اتسريتد ستانلس ستيل بن، يعني بن عباره عن بن مخطط سريتد زين اور واير، او يا يعني اما بن يكون صغير يعني شلون دمبوس، او واير واير صغير سمنتد انتو بن هولز بريبيرد باي، شوفوا بقى ايش قد لارجر ذان ذا بن دايمتر اباوت 0.025 الى 0.05 بالمليم لارجر ذان ذا بن دايمتر، يعني الحفرة مالتنا أكبر حوالي نص من ال من ال من النص المليم، يعني أو بوينت هاي لازم الصفارة تضل ببالكم أو بوينت أو ربع أو أو بوينت أو نص زين. A twist drill is used to prepare the hole drill يعني twisted تحضر به الفتحة. The depth of the pinhole من 3 إلى 4 مليم، طبعا عمق الهول بالدنتين 4 مليم من 3 إلى 4. Pin is cemented with zinc phosphate cement or polycarboxylate cement، يعني هذا هاي الصورة تخلي سمنت وتنزل تنزل البرغي العفو البن اللي هو عبارة عن سريتد حتى تشلب بيه السمنت ما يخلع زين. الادفانتج مالته شنو؟ اول شيء رخيص شيب نو ريسك اوف توث فراكشر، ما يسوي لنا توث فراكشر لانه ماكو شيء يضغط على الوولز. بين كان اكزاكتلي كنترولد بيفور انسرشن، اني اقدر الزم البين اقصره ازيد طوله اعدله اعوجه قبل لا اسوي له انسرشن او اسوي له سمنتيشن. هذا الادفانتج مالته. الديسادفانتج مالته شنو؟ مينيمال ريتنشن جيند، يعني بسرعه يخلع عندي لانه هو احنا لازقينه بسمنت زين. كانت بي الترد افتر انسرشن، يعني ورا ما اخليه ما اقدر اعوجه بعد، خلاص ما طول خليته، اذا حاولت اعوجه انه راح يخلع السمنت يعني ينشال. ريكواير سمنت هاي همينه، يعني ماكو بن هيجي لازم اخلي له سمنت، هاي من ديس ادفانتج مالته. ليك التوث بن انترفيس، دائما السمنت احنا ايش نعرف به انه دائما يذوب السمنت ويسوي لنا ليكج، اذا ممكن هذا يصير بي ليكج بتوين ماده المينا او ماده العفو الدنتين والبن انترفيس. هسه نيجي على الفريكشن لوك اللي هو شيء يسموه جولدشتاين 1966. It's horizontally grooved stainless steel pen. هو عبارة عن stainless steel pen grooved، يعني بي grooving بي حفر. The diameter of the hole is smaller. The diameter of the hole is smaller than the diameter of the pen. إذن الهول أنا سويته أقل من البن، البن شوية أكبر. باي 0. يعني ربع من الملي من الواحد بالعشرة مليم، شوف ايش قد الفرق، يعني الفرق يعني كلش ضئيل، لكن هذا يسوي لنا فراكشن، يعني من اخلي البن ما ياثر على السن على الدنتين وهمين بنفس الوقت يتشلب بالسن. The depth in dentin is about 3 الى 4، طبعا نفس الدبث مال السمنتد. The pins are tapped to place retained by resiliency of dentin، يعني هذا فيك رقم 1B اللي هو هذا
هذا السن بالضبط رقم بي. احنا من حفرنا هذا السمنت بي جروفز هاي، مو فلويدز، فلويدز تختلف، هاي الفلويدز سريتد تختلف، هاي السريتد، هنا السريتد، هاي الاي سريتد، يعني شنو يعني صار بيه خطوط، هذا لا بي جروفز، وهاي الجروفز تنطي نوع من انواع اللي شلون احنا نسميها مناطق ريليف، يعني حتى ما يصير طول السطح مالت الدنتين معرض لللود، لا يصير سطح معرض للود، سطح بيه فراغ، سطح بيه فراغ وهكذا. فاني من اجي اخلي البين اسوي له تابينج، يعني ادقه مثل الشاكوش وقعده، طبعا هو اكو آلة معينة هو ادق بيها الفراكشن لوك بالنات. زين، طبعا طريقة الالتصاق بالدنتين يعتمد على الريزيلينسي اوف دنتين، يعني يعتمد على اليونت الدنتين، او نقول احنا يعني الريزيلينسي مالته. اذا ديروا بالكم الريتنشن بالسمنتد يعتمد على السمنت، الريتنشن بالفراكشن يعتمد على شنو؟ يعتمد على الريزيلينسي مال الدنتين، هاي الريزيلينسي مال دنتين. زين، نقرا الادفانتج بالفراكشن لوك اللي هو اتس 2 تو 3 تايمز مور ريتنتيف ذان سمنتد تايب. اول شيء طبعا هذا اكثر ريتنشن بي، حوالي من ضعفين الى ثلاث اضعاف الموجود بالسمنت. Relatively easy to place and less expensive than self-threaded. طبعا هو هذا بسهولة ممكن انت تخليه، وبعدين اقل كلفة من self-threaded اللي هو النوع الثالث اللي راح نجي. No irritant cement is required. يعني ما يحتاج سمنت يسوي لنا irritation يعني بهذا البنات. الديسادفانتج مالته شنو؟ difficult to place in posterior teeth، لان انت شلون راح تدقه بالبوستيرير تيث، يعني اراد لك شاكوش مثلا دي تدقه بالبوستيرير تيث ما تقدر. difficult to control pins after placement، همينه من ورا ما اخلي مستحيل اني اسوي له كنترول ورا ما اخليه، يعني ما اقدر اعوجه، ما اقدر اقصه. زين، صعب. less retentive than self treated pins، على الرغم من انه احسن يعني اقل كلفه من السلف ثريتد، لكن الريتنشن مالته همينه اقل من السلف ثريتد. هسه نحكي على السلف ثريتد بين اللي هو يشبه البرغي. The pinhole diameter is 0.038 الى 0.1. شوف شلون الفرق بين الثريدد وبين السمنتد وبين ما علينا من السمنتد عوفه، بس انت شوف الفرق بين المسافه الباقيه او مثلا صغر البين هول عن الموجود بالسلف بالفراكشنال لوك. شوف الفرق هنا 0.38 الى 1، يعني يكون اصغر الحفره اصغر من الثريدد بين يعني بشكل اكبر، يعني 1 بالعشرة، بينما هاي احنا هاي النسبه ما وصلت عندنا وين بال فراكشن لوك اللي هي ايش قد قلنا 0.025. شفتوا هاي 25 بالفراكشن لوك؟ زين، هنا عندنا لا اكثر، لازم شوف 38 الى 1 يوصل 1 بالعشرة اللي هو نسبة الصغر الكافيتي مالتنا، العفو البن هول مالتنا، smaller than the diameter of the pin. زين، the threads engaging the resilience dentine retain the pin. اذا الثريد اللي هو عندنا هاي الفلويدز مالتنا engage يعني يتحد او يعني يلتصق نقول او يثبت انجيج يثبت بطريقه الريزيلينس مال الدنتين اللي هي شنو احنا نسميها ريزيلينس رجوعيه او مثلا خاص الخاصيه اللي نقول احنا
الخاصية اللاستيكية مال الدنتين، لأن تعرفون الدنتين شوية ألين من الإنامول، فبي خاصية يسموها ريزيلينس، فهي هاي تتحد عن طريق الفلويدز مال الثريدز مالتها أو الفلويدز ريتين ذا بين. يعني نرجع على الصورة، هاي النتوءات اللي طالعة من البن، ده احكي رقم سي، النتوءات طالعة من البن، هي هاي اللي تثبت البن بالدنتين مو الأخاديد. على العموم the depth of the pin hole vary from 1.3 to 2 mm. شوفوا هنا من زاد الريتنشن عندي قل الدبث مالتي. إذا depends on the size of the pin، يعتمد على حجم البن اللي أنا راح أستخدمه، مثل ما شفنا بالفيج أو فيجر 1C. The most widely used TMS threaded mate system، هذا سيستم إحنا الكل ده نستخدمه حاليا، اللي هو most widely used. Several type available according to the diameter of the pin. طبعا عندنا عدة أنواع، يصير اكو بلون ازرق ولون اصفر ولون اخضر. طبعا اللون الاخضر اللي هو البوستيريور تيث، يختلف الجيج مالته. واللون الازرق اللي هو الانتيريور تيث، البن يصير ارفع والدايمتر ميلته اقل دايمتر. شنو الادفانتج مال هذا النوع من البنات؟ اول شيء ايز اوف بليسمنت سبيشالي ان بوستيريور تيث، كلش سهل انا اخليه بالبوستيريور تيث، لان تدرون هذا هيك درايل، بس تخلي البن بالهاند بيس وتنزله بالدرايل بالمكان بالهول اللي انت سويته قبل، ينفصل عن الهاند بيس وينزل مثل ما نشوفه بهاي الصوره، وينزل وينفصل من هنا من فوق ويسوينه. فاذا هو ايزي بالبوستيريور تيث، اكسلنت ريتنشن، بي ريتنشن كلش اوكي. Can be bent and controlled after insertion. طبعا تدرون احنا من خلينا البنات ومن يكون الريتنشن مالته قوي نقدر نعوجه نتحكم به، ما عندنا اي مشكله. Pins can be inserted safely and easily used a hand piece or manually by special wrench. يعني يا اما انه البن نخليه، يا اما انه اكو مثل قفل خاص اخلي به البن وانزله بالبوستيرير او الانتيرير تيث، واني افره بايدي لحد ما ينقطع عندي او ينقص عندي الجزء مالته ويبقى الجزء الاساسي بالسن. زين، نو اريتنت سيمنت از ريكوايرد، ماكو سيمنت يسوي لنا اريتيشن بهذا المكان. الديس ادفانتج مالته اول شيء غالي، صدق غالي، والكريز لاينز يعني احيانا يسوي لنا فطر او لاينات بداخل السن. And stress cementation can develop above the pin. غير ذلك انه عندنا احنا قوة stress stress concentration مو cementation، يعني يسوي لنا شنو stress concentration، يأذي لنا او يسوي لنا مثل جهد على الدنتين من اجي اخلي البن، لانه احنا ايش قلنا الفرق بين البن هول والبن حوالي 0.1 الى او 0.38 الى 0.1، هذا الفرق كل الشاسع، بحيث ممكن يسوي لنا لود او ستريس على الدنتين. زين، فاكتور افكتنج بن ريتنشن، شنو هي العوامل اللي تاثر لنا على الريتنشن، يعني الفاكتورز العفو العوامل اللي تاثر لنا على بقاء او مثلا الريتنشن مال البن. اول شيء التايب، مثل ما قلنا سيلف ثريدد از ذا موست ريتنتيف وان، يعني استخدم سيلف ثريدد احسن، من 3 الى 6 مور ريتنشن ذان ريتنتيف ذان سمنتد تايب، يعني 3 الى 6 اضعاف اكثر ثباتيه من السمنتد تايب، من النوع اللي احنا نسميه السمنت تايب. Surface characteristic of pin, the number and depth of threaded influence retention of the pin in amalgam. إذن من العوامل الأخرى أنه نوع
الفلويدز او السيرفيس كاركترستيك اوف ذا بن، يعني خاصيه السطح للبنات. اذا كان عدد النمبر اوف ديبث، يعني احنا نقول الفلويدز اكثر والفلويدز اعمق، راح يصير ريتنشن اكثر للاملجام. زين، النقطة الثالثة اللي هي الاورينتيشن نمبر اند دايمتر. اورينتيشن يعني اني مثلا هسه هذا، شوفوا هذا البن اورينتيشن سويت له هالطريقة، شوفوا شلون ميوله هذا، وعندك هذا، هذا مايل بها. من يجي اني املقم يغطي السن كامل هذا، فما حينفصل لانه واحد اورينتيشن عكس الثاني، يعني الدنجة عكس هاي الدنجة او بزاوية منفرجة، ما مخليها أنا بصورة متوازية. فمن أنا أغير الأورينتيشن مالتي راح يزيد عند الريتنشن. هاي واحد النمبر سويت فد اثنين أو ثلاثة بنات، تصير طبعا أقوى من ما أسوي بن واحد. دايميتر طبعا كل ما زاد الدايميتر كل ما قل عندي الريتنشن، فالفضل أنه دايميتر أقل أو دايميتر مستخدم للبوستيريور أو الأنتيريور تيث الريكومندد. احنا نحكي من الشركات اللي تنصحنا يا دايميتر يفيدك بالانتيرير او البوستيرير. ريتنشن از انكريزد وين بليسنج ذا بينز ان انان بارالل مانر، مثل ما قلنا الريتنشن يزداد اذا خلينا بالنات بحيث غير تكون غير متوازيه. سلايت بات نوت اكسسيف بيندينج اولسو انكريز ذا ريتنشن، يعني احنا من شويه نعوجه لكن مو نعوجه قوي، ممكن ان يزيد لنا الريتنشن. ريتنشن از بروبورشنال تو ذا نمبر اوف بينز بليسد، طبعا مثل ما قلنا كل ما زيدت البنات عدد البنات كل ما زاد الريتنشن. بات از ذا نمبر اوف بين انكريز، لكن انت مثلا عندك هذا السن، مثلا عندك بنات اثنين، والله انا اريد ازيد الريتنشن بهذا السن، شو اسوي؟ اخلي له بعد بنات ثانيه فد اثنين بعد اللخه؟ لا ما يصير هيك. ليش؟ لانه في حال انه انت زيدت عدد البنات ايش راح يصير عندنا؟ عندنا ثلاث شغلات. اول شيء كريزنج اوف دنتين اند بوتنشال اوف فراكشر انكريز، ممكن انه يطق السن عندك او يزيد لنا الكريزنج اللي هو الفطر بالدنتين. اثنين افايلبل دنتين بتوين ذا بنز ويل ديكريز مينيمايز انتر بين ديستانس، اذا المسافه بين الدنتين، المسافه العفو الدنتين الموجود بين البنات سوف تقل كمساحة، وبالتالي راح يقلل لنا شنو؟ انتر بين ديستانس، يعني احنا المفروض يكون بين البن والثاني من 3 الى 5 مليم. اذا زيدت عدد البنات راح يقلل لنا هاي المسافة، من تقل هاي المسافة راح تأذي لنا شنو؟ السن. زين the strength of the restoration decrease، يعني احنا مثل ما قلنا انت راح تزيد الريتنشن، بس ايش راح تضعضع عندك؟ راح تضعضع عندك السن، اول شيء راح يصير به فطر هوايه، غير ذلك انه راح يقلل لنا من قوه الحشوه، لان انتم اذا شايفين اذا كل ما زيدت يعني بال بال بالصب كل ما قل عندي الريتنشن، او العفو قل عندي، زاد عندي الريتنشن صحيح بس قل عندي سترينث مالته. زين ان جنرال بليس 1 بن بير لوست كاسب، بالعاده احنا نخلي بن واحد مكان الكسب المفقود، ما نخلي بنات اثنين مكان كسب واحد، لا بن واحد مكان كسب مفقود. وي شود بليس بنز ان فلات سيرفيس اند نان ان ذا سيم ليفل، مثل هاي الصوره، يعني احنا عندنا اذا مفقوده فد كاسبات اثنين راح نخلي بنات، يفضل انه البين ما يصير بنفس المستوى، يعني واحد صاعد واحد نازل، وكذلك الاورينتيشن شويه باختلاف على مود زيد عندنا الريتنشن. زين اكستنشن انتو دنتين اند املجام 2 مليم امبيدد ان دنتين و2 مليم انتو املجام، يعني راح يصير عندنا 2 مليم داخل الدنتين و2 مليم خارج ال او داخل بالاملجام، مثل هاي وهاي الصورة، يقول لك هنا هاي 2 مليم وهنا 2 مليم، هذا نحكي على ثريدد. زين but pin in area that receives large mass of filling
The tip of the pen should be covered by 2 mm of amalgam. انتو تعرفون من اشتغلنا بالعيادات ايش قلت لكم اني بالنسبه للكافيتي، قلت لك اقل شيء يراد لك 2 مليم للاملجام حتى ما ينكسر. هذا نظام عالمي، يعني هم فاحصين الاملجام واصلين مرحله انه الثيكنس مال الاملجام اذا اقل من 2 مليم يصير السترينث مالته قليل، وبالمقابل تقدر انت تزيد اكثر من 2 مليم، لكن مو على حساب الدنتين الموجود عندنا. يعني الدنتين يعوض بالسمنت. انا دا احكي لك على الكافيتي بريباريشن مال كلاس 1 او كلاس 2. هاي النقطه تظل ببالنا 2 مليم بالاملجام. اذا انا التب مالتي مال البن ما يصير يبين من الحشوه، لازم يكون مغطى من يعني عن طريق الحشوه يغطي لنا البن مو اقل من 2 مليم تكون الثيكنس فوق البن. هذا دا احكي لك اني على الاملجام. زين، the diameter of pin increase the retention in dentin and amalgam. اذا الدايمتر مالتنا مال pin increase، كل ما زيت الدايمتر increase the retention in dentin and amalgam، يزيد الريتنشن. انا طبعا حكيت قلت لا اقل هو بالدنتين، لا هو لا، كل ما تزيد الدايمتر للبن راح يزيد عندنا الريتنشن، وبالتالي يزيد الريتنشن بالدنتين ويزيد الريتنشن وين؟ بالريستوريشن او الاملجام. زين، اكو قضايا بالسن تاثر لنا على البن بليسمنت يسموها توث فاكتورز، وبعدين ايش راح يجينا؟ اول شيء خلينا نجي احنا واحده واحده، التوث فاكتورز اللي تاثر لنا على بن بليسمنت. واحد، دنتين ويدث. اول شيء لازم يكون عندنا دنتين كافي، حوالي 1 مليم اوف دنتين از ريكوايرد تو سراوند ذا بن. يعني اني هسه شوفوا هاي الصوره، شوفوا المسافة بين البن وبين الأمالجام، بين العفو بين إنامول شقد؟ حوالي 1 مليم. لازم يكون البن محاط بواحد مليم من الدنتين حتى يحافظ أنه يعني ما يطق للسن. Therefore at least 2.5 mm of dentin is required between the enamel dentin junction and the pulp. يعني ايش راح يصير عندنا هنا اذا اخذنا المسافه بين الدنتين والانامل جانكشن هاي والبالب بالداخل؟ يجب ان تكون المسافه بيناتهم ايش قد؟ 2.5 مليم اوف دنتين. اذا يعني لازم يكون عندي اني اقل شيء المسافه بين الدنتين وانامل جنكشن والبلب حوالي 2.5. بهاي اني 2.5 بالنص راح اخلي الدنتين، وبالتالي يكون بينه وبين الدنتين وانامل جنكشن اباوت 1 مليم وبين البلب 1 مليم. يعني لازم الدنتين او لازم العفو البين يكون محاط ب 1 مليم من الدنتين. زين، هسه هاي اول نقطة نقول احنا الدنتين ود. هسه نحكي على الدركشن شود بي بارلل وذ شنو؟ راح تقولي لونج اكسس. طبعا هاي هواية اسئلة نسألها لحد حتى اطباء اسنان متخرجين ونسألهم السؤال هذا ما يعرفون يجاوبونه. اول شيء انت من تسوي دايركشن للبن هول، طبعا ياهو التسائل راح يقول لك بارلل تو ذا لونج اكسس اوف ذا توث. هو هذا غلط. Parallel with outer tooth surface. يعني شوفوا هسه اني من خليت البن هنا على هذا البن، البن اللي خليته هنا شوفه موازي للاوتر سيرفيس هذا مال الكران او مال الروت، ما خليته عدل هيك ينزل، لا خليته بميول.
لانه لازم يكون موازي للسطح الخارجي. شوف مثل هذا البن شلون صار موازي للسطح الخارجي للسن، هذا احنا نسميه الدايركشن اوف ذا بن هول. اذا سو بارتيكولار كير شود بي اكسرسايز ديورينج بن، اذا حذر واجب من تخلي البن when a tooth is rotated or tilted، يعني من يكون عندنا السن بميول. شوفوا هاي الصورة، من يكون عندنا السن بميول فلازم او تلتد لازم احنا نراعي هذا الصورة، وان اول شيء نخلي على الاكسترنال سيرفيس نشوف اتجاه الدرل وين، وبنفس الطريقة تحول وتفوت وين تنزل بالسن، لانه اذا نزلت عدل هنا راح يصير عندك بيرفوريشن منها راح تطلع، واذا ميلت زايد راح يصير عندك بيرفوريشن بالبلب. مثل ما قلنا المسافة بين البلب والبن هول حوالي 1 مليم، ومنها همينا 1 مليم بينه وبين الدنتين وانامل جانكشن مو الاكسترنال سيرفيس، ديروا بالكم هو يكون موازي للاكسترنال سيرفيس لكن مو بما له علاقه، احنا نقيسه بالدنتين. زين it should be away from the furcation area risk of perforation into the periodontal membrane and increase. طبعا همينا figure 3 شو يقول لك؟ يقول لك يجب ان يكون بعيد عن البايفركيشن اريا اللي هي شوفوا هاي حرف ال ال هنا بهذا المخطط، هذا مو زين تخلي بي لانه بي فركيشن. شوفوا هذا الماكسيلري مولر زين ما يصير تخلي بالبايفركيشن. عندك هنا همينه مانديبولار مولر محدد لك الاماكن اللي انت تقدر تستخدمها او العفو ما تقدر تستخدمها وين بالبنات بليسمنت زين. عندك هنا الماكسيلري تقدر تستخدمها بهذا المكان المؤشر عليه، هنا تقدر تستخدمها بهذا المكان المؤشر عليه. طبعا ذني خطرات اللي هو مخططه بالاسود، ذني خطرات ما يصير تخلي بيهن لأن منطقة بها بايفركيشن تأذي لنا السن. إذن هاي 3 نقاط هاي 3 نقاط اللي شرحناها اللي هي tooth factors affecting pin placement. هسه نجي على twisted pin. twisted drill عفو is used for drilling pin hole. It's made of high-speed tool steel that is swagged into aluminium shank, which is act as a heat absorber. Twist drill cut only in a clockwise direction. يعني هو شو يقول لك؟ يقول لك هو عبارة عن دريل نستخدم يعني made of high-speed tool steel، يعني ستيل يتحمل ال يعني شلون هذا مثل هذا الستيل اللي تشوفوه يتحمل الحفر ويتحمل اللود، وهمينا يعني ايش قد ما سرعته عاليه يكون يتحمل شو اسمه الحرارة المتولدة، هذا الستيل زين. swagged into يعني مغروز بداخل ألمنيوم شانك، هذا الألمنيوم شانك اللي هو احنا نسميه الشانك اللي هي الواصل بين الكاتينج لحد الهاند بيس، هذا يسموه الشانك. مصنوع من ألمنيوم زين، ليش مصنوع من ألمنيوم هذا؟ ونلاحظ هذا الجو همينة الصورة البي جوا، ليش مصنوع من الألمنيوم؟ حتى يطشر لنا او يمتص لنا الحراره. الألمنيوم معروف انه يبدد الحراره، ما يخزن حراره، دائما يستلم الحراره ويطشرها. ليش؟ حتى اذا حمى عندنا البن ما ياثر على السن، يسحب الألمنيوم يسحب الحراره بدون ما ياثر على السن.
على العموم there are two types of twist drill. هناك يعني نوع من التوست درل الدرلات اللي هو ستاندرد اللي هو من 4 الى 5 مليم ان لينك، وعندك ديبث ليميتد 2 مليم ان لينك. احنا مو قلنا انه البن الثريدد بن ينزل 2 مليم بالدنتين، فاكو جاهز هنا هذا الثاني لوك هذا كله 2 مليم ممكن ننزله، وعندك الستاندرد اللي هو الكبير اللي انا اقدر استخدمه همينه بالفراكشن. زين اقدر انزل 4 مليم، اقدر انزل 5 مليم، هذا الطول اللينكث مالته اوكي حسب اني واستخدامي. اذا هو نوعين ديبث ليميتد وستاندرد. زين several things should be kept in mind when using twisted drill. هناك عدة عوامل او عدة امور يجب ان تبقى ببالنا من دا نستخدم twisted drill. اول شيء run the drill at a slow speed، يجب ان يفتر ب speed يعني بسرعة واطئة او سرعة قليلة. be sure that the drill is sharp، لازم انت تكون الدريل مالتك جديد من تستخدمه، من يعمل بعد لا تستخدمه. ليش؟ لانه لو حيطق لو انه راح يولد لك حراره ويحرق لك الدنتين. زين maintain good hand pressing، يعني لازم يكون عندك انت شنو اسناد قوي من تشتغل، يعني مو مثلا من تجي تريد الدريل تزرف السن ايدك تفلت، لازم تكون pressing يعني يكون اسناد قوي بايدك هاند بريسنج، تكون دائما ايدك قويه لكن مو ضغط قوي، لا يعني بريسنج تثبيت قوي بالايد حتى تعرف وين تنزل وما يطفر الدريل من ايدك، يعني ما يروح على اللثه او يروح على البلب. اذا بن انسرشن طبعا ابيها عوامل هاي طبعا حتى تثبت ايدك، اللي هو لازم تسوي كوف مثل خندق العفو مثل حفره بالمكان اللي انا اريد اسويه حتى اعدل السيرفس مالتي حتى شنو ما يزلق عندي الدريل، يعني بيها عوامل هاي احنا هاي بالتريننج ممكن نستخدمها. زين عندك البن انسرشن، شلون انا اخلي البن؟ هذا الرنش اللي حكينا عليه، شوفوا هذا الرنش هاند رنش اللي حكينا عليه. اول شيء عندك انت conventional latch type كونترا انجل هاند بيس، يعني عندك انت البن هو تخلي قبل بالهاند بيس هو تنزله عادي، وعندك هذا اللي يسموه threaded mate system هاد رنش، عندك رنش انت خاص تلزم بيه البن وتتفره وتنزله بالبن هول. اذا هو نوعين conventional latch type وعندك TMS اللي هو هذا pin insertion. failure of pin to retain restoration، ليش احيانا عندنا البنات تفشل ان تلزم الحشوة؟ طبعا هاي يحدث في عدة او بخمس حالات او بخمس مناطق different locations. اول شيء restorative material fracture، ممكن انه يصير كسر الريستوراتيف ماتيريال فيلر، سيباريشن اوف بين فروم ريستوراتيف ماتيريال، ممكن انه انت الريستوراتيف ماتيريال تنفصل عن البن، فراكتشر اوف بين ممكن البن ينكسر، سيباريشن بين فروم دنتين ممكن البن ينفصل عن الدنتين، او فراكتشر اوف دنتين او ممكن يصير فراكتشر اوف دنتين مثل هاي الصوره صح تشوفوها، شوفوا هاي المناطق. اول منطقه قلنا شنو فراكتشر بالريستوريشن، ثاني منطقه سيباريشن ينفصل ريستوريشن عن البن، ثالث فيلر كسر بالبن، رابع فيلر انفصال البن عن الدنتين يطلع البن، خامس فيلر فراكتشر بالدنتين. ده تشوفوها آية واحدة واحدة انفصلينها مختصرينها بهالرسمة، هاي يسموها شنو ال ال الفيلرز العفو الفيلر اوف بين ريتيند ريستوريشن بالمناطق اللي صار بيها فيلر. زين شنو الهازاردز اوف بين بليسمنت، شنو المخاوف او الخطورة من اني اخلي البن هذا المكان؟ اول شيء broken drill and broken pins، ممكن احنا يصير عندنا
ينكسر الدرايل مثل ما قلت لكم، اذا مو جديد ينكسر او تنكسر عند البن. شو تسوي انت بهاي الحاله؟ صار عندك هذا الشيء، علاجه شنو؟ ليف ات اند ديزاين انذر وان اباوت 1.5 مليم اواي فروم ذا فيرست. يعني من احنا حفرنا حفره وانكسر بها البن الدرايل العفو او البن انكسر بي، تتوخر حوالي 1.5 مليم عن هذا المكان وتشتغل غير حفره. لوز بن احيانا اتس ارايز از ا ريزلت اوف يوزنج ا بلانت درال، مو قلنا هاي درال اعمي وتنزل بي فيلر تو بريس اند هاند بريس ذا هاند بيس. يعني مثلا احيانا انه انت يصير عندك البن يتحرك، انت خليته بالهول وقام يتحرك، ليش؟ هذا ينتج اول شيء انه انت الدرال اللي استخدمته اعمي، كذلك انه من ده تشتغل بايدك ما صار عندك بريز بالهاند بيس، ما صار اسناد بالهاند بيس بحيث قام يروح يمنى يسرى، صار عندك الهول اوسع من البن دايمتر. changing in the angulation during the drill احيانا اي هو هذا اللي قلت لكم عليه ماكو بريس بالهاند بيس. over preparation of channel the pen احيانا تسوي له تحضير اكثر، تظل يعني انت الدريل شلون تنزل بيه، الدريل تنزل بيه على قد بس وصلت عندك للعفو للدبث المطلوب قبل شيل ايدك، هو ده يتحرك قبل لا تنزل شغل يفتر عندك البن العفو الدريل تنزل وهو شغال وتصعد وهو شغال بحيث الشغله اقل من الثواني انت تسوي البن هول. في حال اني اوفر بريبريشن، شلون اوفر بريبريشن يصير عندي؟ من اجي اخلي اني الدريل واظل مخلي الدريل والدريل يفتر بالسين فتره بعدين اشيله، يصير عندي اوفر بريبريشن، ما يصير عندي، يصير عندي لوزنج بال بن وما يثبت. We can use next size of self-treated pen. يا إما أنه إذا أنا مثلا استخدمت size معين وصار عندي هيك losing، شنو الحل مالته؟ أستخدم أنه هم self-treating بس شوية size أكبر حتى يقعد بالحفرة وما ينشال. أو هاي if it is not successful، إذا مو ناجحة so we can use cementation، أقدر أستخدم السمنت وأنزل بيه البن أو design another one، ويفضل أنه تسوي design another one. ذن الحالات العلاجية لمخاطر وضع البنات. زين الخطر الثالث شنو؟ اللي هو البلبل بنتريشن الدراي. اها بلبل بنتريشن انا صار عندي شنو؟ ظروف بالبلب. زين اوكي ظروف بالبلب انا شلون اعالجه هذا؟ طبعا انت اذا صار عندك ظروف بالبلب هذا يسموه تروماتيك اكسبوجر مو باثولوجيكال اكسبوجر. ليش؟ لانه انت ما عندك مشكلة بالسن وما عندك مشكلة بالبلب وانت جيت زرفت البلب. بهاي الحالة أسوي دراينس وأخلي كالسيوم هيدروكسيد and drill another pinhole the tooth should be evaluated. يعني أنا أخلي كالسيوم هيدروكسيد مكان اللي انزرف بالبلب وأصمم pinhole آخر بعيد عن مكان الخطر مالتي أسوي للبن، وفضل عن ذلك أنه أتابع هذا السن المراجع أقول له كل 3 شهور 6 شهور راجعني نشيك حالة السن أو إذا بي إشكال راجعني. الخطر الاخير اللي هو الاكسترنال بيرفوريشن. طبعا هذا الاكسترنال بيرفوريشن من صعدنا بيرفوريشن خارجي، طبعا هذا همين تغير موقع او مثل ما استخدمنا بالطرق الاخرى. زين سلوت ريتيند امالجام ريستوريشن، عندنا في الطريقه اخرى اكو ناس ما تفضل البنات، تقول انا البنات بيها مشاكل هوائيه ويراد لها فنيات ومكلفه، انا ليش ما اسوي في طريقه معينه بال بالكم كومبلكس كافيتي بحيث اني اخلي شو اسمه الامالجام مالتي بطريقه ما تخلع بعد. شو يسموه سلوت ريتيند امالجام ريستوريشن. فور ا كومبلكس ريستوريشن ا سلوت از ريتينشن جروفز ان دنتين هوز لينث از ان ا هوريزونتال بلين. يعني هذا السلوت اللي تشوفوه اذا اشوفه مقطع عرضي يصير شكله هيج بأندر كات، طبعا ارتفاعه عن السطح او العمق مالته 0.6 مليم، العرض مالته 0.5، هذا يسموه دنتين سلوت.
زين. slot retention may be used in conjunction with pin retention. ممكن أني أسوي pin وأسوي بنفس الوقت slot. or as alternative to it. أو يعني شيء بديل للبنات. Because of varying preparation forms of teeth requires complex amalgam restoration, the operator should be familiar with both slot and pin retention. لأنه أكو تحضير واسع أو أشكال واسعة من التحضيرات، يجب على طبيب الأسنان أن يكون على علم أو على دراية بسلوت، شلون يسوي السلوت وشلون يسوي البن. إذن هذا الكوف اللي قلنا لكم عليه، شوفوا هذا الكوف، أنا يا أما أسوي slot retained يا أما أسوي كوف، بس الكوف هو عامل مساعد، بس الأغلب إنه slot retained amalgam اللي هو الأحسن. Number quarter pair أبو الربع، pair أبو الربع may be used to provide additional retention form in preparation that utilize pin. يعني يا أما إنه أسوي retention form، يعني retention form يعني بالمكان اللي أنا أريد أسوي به البنات، أسوي الحفرة كوف معين، أو يجوز أسوي الكوف أنا بمناطق ما أقدر أخلي بيها البنات. أو كوف also may be used for preparation utilizing slots، أو أقدر أخليها بأماكن اللي هي مكان ما أسوي سلوتات أخلي كوفز. Proximal locks also are placed in a proximal box and is other location where sufficient vertical tooth preparation permit. ايضا من عدل الكوفز اقدر اسوي proximal locks. هسه راح اشوفكم اياها كلها. شوفوا هذا الكوفز، هذا الكوفز مناطق معينه اني اسوي بها شنو؟ أسوي بيها مثل حفر بحيث أني ما أقدر أخلي بن هنا، يعني أسوي حفرة بالجدار، منها حفرة بالجدار في سبيل أنه يصير عندي ريتنشن أقوى بالأملقام، يعني كأنه تساعد السلوت مالتي اللي دا أريد أسويها، أو مكان بديل ممكن أسويها مكان السلوت هنا أسوي كوفز 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 عدة كوفزات. زين راح تقول لي شنو البروكسيمال لوك هذا اللي أنت تسولف لي عليه؟ هذا هسه البروكسيمال لوك، بروكسيمال لوكس، البروكسيمال لوكس ار اولسو بليسد ان بروكسيمال بوكس ان انذر لوكيشن. شوفوا هذا طبعا ده يسوي لك بشوف باعه فيرتيكال لوكس. انت وين راحت عينك؟ راحت عينك على هاي الجوة، لا هاي عمي سلوتس مو هاي، هنا الفيرتيكال او بروكسيمال لوكس. هذا شوفوا هذا اللي صار مثل حرف S بالوول، سويت أنا بروكسيمال منه على الطول، هي مال الدنتين ومال الإنامول، هذا سويت منه بروكسيمال لوكس واحد منه، وسويت لي أنا واحد من هاي الصفحة، واحدة من الديستال واحدة من الميجيال، هاي الميجيال وهاي الديستال، هذا اللوكس حتى الحشوة عندي ما تخلع برا. Slots are particularly indicated in short clinical crowns. طبعا السلوت انا اسوي بالشورت كلينيكال كراون اللي هو ما يفيد البن، اذا خلي بن راح يطخ بسنون الفوق وراح ينكسر البن. And in cusp that has been reduced من 2 to 3 مليم، او اذا انا نزلت الكسب حوالي من 2 الى 3 مليم فور امالجام، ما حاجه اخلي بنات، اخلي قبل سلوتات. Compared بالمقارنه with pin placement more tooth structure is removed. اذا بالمقارنه مع البن مثل ما قلنا احنا راح اوخر جزء كبير من السن خلال تحضير السلوت مالتي. however slots are less likely to create micro fracture in the dentin and to perforate the tooth or penetrate into the pulp. اذا هو راح صح اوخر انا جزء اكبر من السن اللي هو احنا نسميه sound tooth structure بالمقارنة بالبنات، بنات ما حوخر، لكن بالمقابل أنه راح يقلل لي خطورة أنه أسوي شنو مايكرو فراكتشرز، أو أسوي دنتين بيرفوريشن، أو أسوي بنتريشن للبلب، هاي كلها راح تقل. زين
عندنا الامالجام فاونديشن. شنو يعني امالجام فاونديشن؟ شنو يعني فاونديشن؟ فاونديشن يعني الاساس. اذا انا شلون اسوي فاونديشن؟ يعني هو شنو قصده هسه من دا اقول لك امالجام فاونديشن؟ امالجام فاونديشن هو مصطلح يطلق على بناء حشوة بروتين على السن بالمستقبل راح يتغلف. وصلت الفكرة؟ إذن هو أمالجام فاونديشن اللي هو يسموه الأساس البلاتيني اللي هو بالمستقبل راح نغلف هذا الأساس بالكراون. Foundation is indicated for a tooth that is severely broken. اذا انا شنو اسوي؟ اساس لسن هو كله متكسر بشكل يعني سيفير. And lacks the retention, lacks the resistance and retention forms. ما عنده لا resistance ولا retention form. Needed for an indirect restoration. ويحتاج شنو؟ indirect restoration. The retention of the foundation material should not be compromised by tooth reduction. يعني انا من اسوي amalgam foundation يجب انه ما يكون على حساب شنو؟ انه اني اقلل من طول السن او اقص السن زايد. During the final preparation for the indirect restoration. يعني ما يكون على حساب انه اني، يعني شلون انا اشرح لكم اياها؟ يعني مثلا صار عندي السن قصير او سن انكسر، بهاي الحاله اني من اريد اسوي له كفر يجب علي انه اني ما اسوي اقلل بعد من طول السن. هو مكسور انا بعد ازيد الكسر مالته؟ لا، اسوي له فاونديشن، اصعد الاملجام، وبالتالي من راح اسوي بريبريشن راح يصير بريبريشن على الاملجام ويصير بالبروكسيمال او داير حبل مال السن يصير على الموصل للدنتين. اذا during the final preparation for the indirect restoration، اذا ما يجب shouldn't compromise by tooth reduction، يجب اني ما اقلل من التوث ريدكشن على مود يعني انا اسوي فاونديشن. سو فاونديشن نوب انزل من السن؟ لا، هو السن نفسه على كسره، اسوي له بنات واصعد ملقم فاونديشن، وبعدين وراها اسوي تحضير اعتيادي كانه دا احضر سن اعتيادي. The foundation also should provide resistance form against forces that otherwise might fracture the remaining tooth structure. اذا foundation also يجب ان يسوي لي يوفر لي ريسيستنس فورم ضد الفورس اللي راح اجنست فورسز، يعني اللي راح تتسلط عليه. يعني لازم شلون الفاونديشن يكون يقوي السن، اوكي؟ اذروايز اذا ما صار عندي هيج فاونديشن راح يؤذينا السن، يسوينا فراكشر للريمينينج تو ستراكشر، راح يؤذينا السن الموجود او بواقي السن الموجوده. An amalgam foundation may not depend primarily on remaining coronal tooth structure for support. يعني بالعادة أنه الأمالجام فاونديشن ما يعتمد اعتماد كلي أو أساسي على باقي السن التاجي الموجود كإسناد. Instead, it may rely mainly on secondary preparation retention features. يعني هو يعتمد على أكثر شيء، ما يعتمد على باقي السن الموجود، لا، يعتمد على البنات اللي راح تتخلى على السن، ويعتمد على السلوتات والكوفز والبروكسيمال ريتينشن and somewhat on bonding benefits. أحيانا، مو أحيانا، أكو عندنا فد مادة يسموها دنتين بوند. هذا الدنتين بوند يصير مثل اللايت كيور. شون أنا أخلي بوند وأخلي عليه كومبوزيت لايت كيور؟ لا، هذا يصير بوند واسوي له لايت كيور وانزل الاملجام عليه بحيث ينضغط الاملجام عليه وهو يلزق لنا الاملجام بالسن. يسموه شنو؟ املجام بوند او دنتين بوند سيستم. العفو، املجام بوند احسن يكون اوضح، يسمى املجام بوند. بهاي احنا ان شاء الله خلصنا المحاضره مالتنا. منو عنده سؤال؟ اكو احد عنده سؤال؟ لا واضح دكتور عشتيلي.
تمام. اللي عنده اي شيء يعني ما يعني شوي صار عنده شك بانه ما فتهمه عادي يقول لي، انا هسه راح اوقف التسجيل. تمام مشكور ماهر. عاش تقدر تختار، واضح الشرف. ويدك إن شاء الله، ويدك مصطفى.